ولا أنغام الياس نزالي، عدنا إليكم مشاهدينا الكرام في برنامج صيف ضيف اللي طلع لكم عبر قناتكم، قناة كل الجزائريين الجزائرية، وان من الحد الخميس. مرحبا بك الياس نزالي، كما على بالنا الياس مغني راي سي سا اون بليس، ملحن موزع ومؤدي ومنتج تانيك. مرحبا بك الياس. ومعنا وسيع عباس ريغي، مغني مالوف من ولايه قسنطينه. الله يبارك في عمرك. مرحبا بك وبناس قسنطينه. الله يبارك في عمرك، شرفتونا القعده اليوم. كل شرف لينا ونشكركم على هذه الاستضافه. نشكروك حنا تاني بدورنا كي راكم هنايا. الوغ نعاودو نرجعو لك الياس. الياس كيما على بالنا كانت بدايتك في الحان وشباب سي سا؟ En tant que chanteur, oui. Eh? En tant que chanteur, en 88, Hello Shabab. Comment est-ce que tu as fait cette expérience? C'était une expérience là. D'accord. كنت صغير والجوري اللي كان تما 1988 نورمالمون. والجوري اللي كان تما كان محمد الأمين. هو الجوري تاعي هو اللي كان. سيتي بون اكسبيريونس بور موا، من تما وليت شونتور. دزنا في لا ميم ايبوك، تقدري تقولي دوز ايميسيون ديفيرون، انا وفيصل ساكينة. اللي غني ساكينة، دزنا في لا ميم ايبوك. برك انا ما قوت باسكو بديت نلعب في الآلة سانتي قديم، كنت بديت 84. داكوغ. بعد شغل من 88 ما قدرتش. كنت عازف آلات موسيقية قبل ما تبدا الغنى تاعك. ما خلاتنيش نكمل في الميدان الغناء. من 88 حتى 94 باش كان لو ديكليك هذاك باش درت لا بروميير شونسون ديالي. داكوغ. شنو هي لا بروميير شونسون ديالك؟ كيف رايه مني. كيف رايه مني؟ كيف رايه مني؟ عاودت لا ريبريز تاع سلوى. 94 في 94 94 95 هكذاك هي تسجلت في 94 وخرجت اواخر 94. سيتي لا ريبريز تاع سلوى. داكوغ. دارت تراوج كبير في الجزائر. بيان سور بيان سور، كون فينا اللي ما يحبهاش كون فينا اللي ما يعرفهاش. عطينا مقطع صغير من كيف راه يهمني الكابيلا. ماشي مشكل. باش نعاودوا نذكروا الجمهور تاعنا بوش جاب لنا اليوم. با بروبليم. كيف راه يهمني درتي غرضك فيا، درتي غرضك فيا ومازالني معاك. مازني معاك يا عمري مازني معاك، ومين سعدي خايني ديري كيما تبغي صحة، ديري كيما تبغي ربي اللي عطاك، ربي اللي عطاك يا عمري ربي اللي عطاك. ما تدوم ما تدوم الشدة، لابد من السلاك، لابد لابد من السلاك، ما تدوم الشدة لابد من السلاك. الله الله. واش رايك عباس ريغي؟ والله متعنا اليوم الياس، شرف ليا كبير نتلاقاه أول مرة. شرف ليا ثاني خويا. الله يبارك في عمرك، شرف لينا ومتعنا بأغانينا اللي لطالما حبيناهم، تراثنا القديم الجزائري. أكيد. عندنا أغاني اللي ما تتنساش. ما تتنساش وما تموتش. Okay. وغراسا دي غران ميوزيسيان كيما سي الياس اللي عاود حياه هذه الاغنيه هذه. الله يبارك وزاد اداها لنا بصوته ما شاء الله. الله يسلمك. صافي لونطون ما غنيتش. لا لا اون بيل فوا. لا لا الله يبارك والله صافي لونطون ماناش نغني. الله يبارك. فوا سمح لينا ونوصل الميساج. ربي يحفظك. كيما على بالنا عباس ريغي تحصلت على المرتبه الاولى في المهرجان الوطني للمالوف سنه 2009. 2009 نعم. كيفاش كانت تجربتك في هذا المهرجان؟ احكي لنا شويه لي ديتاي. هذا المهرجان الوطني للمالوف اللي كان يقام في قسنطينه، انا شاركت في الحقيقه في الطبعه الاولى تاعو في 2007. داكو. وتحصلت على المرتبه الرابعه. الله يبارك. 2008 تحصلت على المرتبه الثانيه، ووصل 2009 وين كنت يعني مصمم على نيل المرتبه الاولى. كيما نقولوا في الشرق درت القلب. درت القلب كيما نقولوا فوالا درت القلب. اه وي. وكانت عزيمه تاعي وتاع الفرقه اللي كانت معايا، الحمد لله نلنا المرتبه الاولى في مهرجان الوطني للمالوف. وانا ديما نقول يعود الفضل الى الشيخ قدور الدرسوني ربي يرحمه، الشيخ تاعي وشيخ اللي علم اكثر من اربع اجيال في قسنطينه. الله يبارك. يعود الفضل لانه هو اول من شجعني اني نشارك في هذا المهرجان الوطني للمالوف. الله يبارك. يعود ليه الفضل اني اليوم موجود معكم. تعلمت عنده وتربيت عنده، ما تعلمناش غير الموسيقى، كنا كان بمثابه الاب بالنسبه لنا. والحمد لله هي من 2009 من نيل المرتبة الأولى في المهرجان الوطني المالوف بدأت
المسيره المتواضعه هذه، هذه المسيره المتواضعه. الحمد لله ربي وفقني اني مثلت الجزائر ومثلت اغنيه المالوف في عده بلدان عبر العالم، نقدر نقولوا عبر القارات يعني، لاني شاركت في كازاخستان، في 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 كندا، في فرنسا، في قدام يعني محطات وين حملت رايه تراثنا الجزائري. الله يبارك، وهذا شرف لينا بيان سور. مازالت قعدتنا متواصله، نروحوا نشوفوا مشاهدينا الكرام موضوعنا اليوم ونعاودوا نرجعوا لكم. الله غير يدير الخير بدراهم كبار، مي جامي تبان، ما يبانوش اللي في لي ريزو سوسيو اللي عند الناس اللي والو، اللي يحب يعاون والله غير لازم يهضر ما والو، يروح عند هذاك البنادم يمدلوش كتب ربي ولا يعاونو باي حاجه حب. مي كاين الناس بزاف كما يقولوا في هاد لا بيريود يحبوا يبانوا، باش سورتو في لي ريزو سوسيو يقدروا يشوفي في كما يقولوا فيسبوك وكامل مليحه باش يطموا الدراهم وكامل. مي كاين الناس سيديرها باش تزوخ فعل الخير، دوك كاين فعل الخير فعل الخير، كاين اللي راهم يبينوا روحهم فعل الخير وكاين اللي يديروه وين ما يبانش في شغل ما لازمش يبينوه. انا بوغ مو الخير كي ديرو ما تبينوش بينك وبين روحك، حتى وين تلحق لوين راك حاب، هذاك الخير ديالك تلحق وين راك حاب وتلقاه عند ربي سبحانه. تبعي في فعل الخير حاجه ماشي مليحه، كنت تحب دير عفسه بخير ديرها بينك وبين ربي، ما ديرها سما تجي تبين دير ستوري وتتصور ودرت هادي وصدقت هادي وصدقت قلع اوكسجين، دوك الناس هي تمرض سما انا شايف هاي تموت الناس ماشي تمرض هاي تموت. كل واحد مسؤول على روحه، فهمتي كيفاش؟ دوك انا نقدر ندير الخير ونتباهى به، بالك ربي على بالي واش كاين بينا واش كاين في القلوب اختي، دوك ما بيش واش كاين في قلبك، ما بيش واش كاين في قلب هذا، كل واحد ما بيش يماك ما بيش واش كاين في قلبها، صح ولا لا؟ واش غنقول لك، اللي يحب يدير الشهاده تاع الزوخ بينه وبين مولاه، واللي يحب يدير حاجه تاع خير ربي يقدروا فيها وخلاص، هذا واش غنقول لاختي. ورجعنا لكم مشاهدينا، وكان موضوعنا اليوم هو كما نقولوا بالعاميه تاعنا الزوخ. نعل الله كل مختال فخوره، يعني هذه هي الصفه اللي منبوده عند كامل الناس وعمام عند ربي سبحانه، الانسان الزواخ واللي يتباهى واللي يقول انا وانا، اعوذ بالله من كلمه انا، هذا هو اكره واحد عند الناس ولا عند ربي سبحانه. ان شاء الله ما نكونوش كما هما بيان سور. واش رايك في الزوخ؟ انت بديتي بايه كريمه، ان الله لا يحب كل مختال فخور، فخوره، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر أصواتي إلى صوت الحمير في سورة لقمان، يعني الله عز وجل يسترق من صفة من الصفات المنبودة يعني أكيد على لسان لقمان بينصح بها ابنه باه ما يتصفش بها، وكون ما كانتش يعني منبودة صح عند الله عز وجل ما كانتش يعني تذكر في القرآن. بيان سور الإنسان اللي يتباهى كما نقولوا حنا الزواخ ولا الفواخ في كل بلاصة وكيف يسميوه ولا يتباهى منبود، وهو ينشر الكراهية يعني، لانه احنا في المجتمع خلقنا ربي كل واحد طبقته، كل واحد خلقنا ربي وكرمنا وفرقنا على بعضنا في الرزق في 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 قدام حاجه. الناس بالك اللي عندها الفلوس ولا عندها المال تلقاه يتباهى ويتفاخر بالشيء اللي عطاه له ربي، يعني امام انسان اللي يكون حالته متواضعه بالنسبه ليه، هو يكون قليل المال عليه. رب العالمين حتى يعطينا مثال على قارون، يقول لك إن قارون كان من قوم موسى وأتيناه من المال لأن مفاتحه يعني المفاتح تاع الخزينة تاعو يهزوها الناس باش يحلوا الخزينة تاعو، هادو غير المفاتح، وكان يمشي في السوق ويتباهى، وأنا قارون وأنا مالي ما يخلصش وأنتم ما عندكمش وأنتم كذا، وأنا المال هذا ما عطاهوليش ربي، هذا المال تاعي جهل. ومن بعد ربي خلاه ربي خلاه آية للناس أنه خسف به الأرض بشيء به بالمال تاعو، هذه عبرة للناس اللي تتباهى أمام الناس بالنعمة اللي أعطاها لها رب العالمين وتفوخ وتزوخ. حنا نقولوا بكري يقول لك الإنسان القنوع القناعة هي اللي تخليك ما تفوخش وما تزوخش. أكيد. الحمد لله ربي يعطينا إن شاء الله القناعة في قلوبنا بنشوفوا نفوسنا كامل كيف بعضنا إن شاء الله. الحمد لله كاين حتى ناس تتباهى بفعل الخير، هذه ظاهرة رجعنا نشوفوها بزاف
يعني للاسف الشديد يروح يدير الخير ويبين باللي راهو يدير في الخير الناس كامل تاع شوفوني راني ندير ويدير سيلفي وشوفوني ويروح يعيط لصحابو شوفوني شوفوا وين راني ندير الخير. يكون باغ اكزومبل راح الناس هكا فقراء راح شرى لهم حاجه ولا ما على باليش هذيك بينه وبين مولاه وشرى، مي لازم الدنيا قاع تسمع والدنيا قاع تشوفه. وهذا ثاني كيسميوه الزوخ، رياء. الرياء فوالا، هذا هو الرياء كريم. اللي عند ربي سبحانه ماشي مقبول، وعند العباد وسي هذاك الانسان الفقير اللي رحت عاونته وتروح تداعى وتروح تزوخ باللي راك رحت وعاونته بريميرمون واش درت كامل راه هباء منثورا بيان سور، باسكو خيرك راه حقدك، رحت بينتو لكاع الناس. ودوزيامون بالك راك جرحت هذاك الانسان هذاك اللي رحت عاونته، بالك ما يقدرش ميم با يقول لك اي وجعتني كي درت هذا لو جيست هذا وريتني قدام الناس باللي راني حفيان ولا راني قشي مقطع ولا محتاج. والله واش رايك خويا العزيز؟ انا اختي الظاهره دي باينه راهي موجوده، انا عايشينها نعيشينها وانا بور مو لي زوخ ما عندوش ثقه في نفسه، فاهمني؟ ايه نقص ثقه، باسكو عنده نقص في الثقه باش يبين الناس بلي انا خير منكم، تلقى ميم صحابه ما عندوش، ايه ما كاش ثقه، اباك تروح الثقه يولي يقول بلي يدير لهم شغل انا راك تشوف انا فور وانا هو اللي يدير بلاصو يعني هو اللي كان تحوس عليه هو كان تحوس عليه تلقاه والو تالمو عنده هذاك لو مونك هذاك يحب يعوضه باش يبين روحو للناس يدير حاجه صغيره يكبرها ويبين للناس شوفوني. دونك هاد الظاهره راهي كاينه في لي ريزو سوسيو تاعنيك سورتو، كاين اللي يديرها ماشي بلا انيه صح، تاع ياكل الحوت ولا ياكل حاجه ويصور ولا ياكل الشوا. انا بور مو شي با داكور، كاين ناس مكاش باش ياكلو، كاين اللي صور كاين اللي سون فاسون يديروها على بالك، وكاين اللي يديروها بالعاني صح. شوفوش عندي سي فغي يا سي محمد، كاين الناس والله ما لقاش كشكاره خير، كاين الناس ما راهيش تاكل وي ايه، وكاين اللي الله غالب هذه سيرتو مع هذه الازمه هذه مع هذه الكارثه اللي رانا فيها تاع الكوفيد واش راهو صاري في الناس، الازمه اللي قاست واش صاري في زارتيست ثاني فوالا على بالنا كثر تاع في زارتيست واش صاري، باسكو كاين بزاف ناس ما بالهمش باللي كاين فئه من الفنانين اللي بالك الايام المقبله ما عندهمش باش يشرو خبز لاولادهم، هذه لازم نقولها صح باسكو صح اوني توس داكور باللي كاين ان فيروس وكاين مرض ولازم كاع نكونفينا ولازم مي لازم نكونوا لازم حل في الواقع لازم حل بويسكو كاين الناس الخبزه تاعكم حبستوهم ماهمش يخدموا ويسون داكور ما قالوش لا لا، بصح حبيت نفهم حاجه وين راه التكفل بهم؟ صح صح كاين الناس اللي عندهم دوبل ميتي باغ اكزومبل تخدم انت ارتيست وطبيب زعما نقولوا ولا عندك حانوت ولا عندك كونكور ولا عندك حانوت، بصح كاين اللي عندهم غير هذاك الميتي اللي ياكلوا به، كي تحبس له انت بوندون ان موا نتحدى نيمبورت واحد يكون خدام شهر وما نخلصوش الشهر الى قدر يعيش. ايماجيني نتايا عندنا احنا لي زارتيست من 2020 عام ونص ما خدمناش كارثه تقريبا عامين زوك. آه. حنا كي دخلنا حديث في حديث برك ومن بعد نرجع لك انا للنقطه تاع الفنان. انا نشوفوا في الظاهره هذه تاع الناس اللي تبين روحها في صداقات اللي تقدمها ولا في الاعانات انتشرت خاصه مؤخرا مع لي ريزو سوسيو، بكري ما كناش نشوفوها كان لا فيسبوك لا انستغرام لا، مي درك مؤخرا عادوا لي ريزو سوسيو كاينين بزاف ولينا نشوفوا الظاهره هذه كثرت ويعني اخذت واحد المنحى خطير جدا. كاين الناس اللي يمشيو لدار العجزة يمد القفة تاع رمضان ولا يمد هذاك الشيء اللي كتب رب العالمين ويصور وينشر هذه الحاجة اللي ينشر ويكتب حتى وين راهو واش قدم هادو ما انا بور موا عبرك رب العالمين واش يقول؟ يقول لك والذين ينفقون اسمها النفقة ما يتبعهاش المن والأداة، استاذير تمن نتاع الناس غدوة تقول له ما تهدرش انا اللي عطيتك والاداه، واش معناتها الاداه؟ هذا هو الاداه اللي رانا عايشينه. تصور انسان انت تصور انسان وانت راح تعطيه قف في رمضان ديجا راك اديته اكثر من اللي نفعته ديجا النفقه ديجا هذا الشيء اللي درته وانت تحط في بالك باللي راك تحسن صنعا مع الله عز وجل ديجا راك خاسر. الحاجه اللي فريمون تغيض كي مسكين يشدها باسكو مالغري تغيضو مي يشد هذيك الصدقه هذيك باسكو ما عندوش خيار محتاجها هذه اللي تغيض اكثر يروح بهذاك الغيض يبقى فيه هذاك الغيض. من هذا المنبر الناس اللي تسمع فينا اللي عنده حاجه راه يديرها الله عز وجل في الستره في الستر والكتمان وتكون حلوه بيان سور يقول لك كي تصدق كي تصدق اليد اليمنى ما تشوفش اليد اليمنى صح ولا ماشي صح؟ كيفاش تتشهر بالناس بالتليفون؟ هذه يدك ما تسيبش الاخرى يدك تشوف واش نورمالمون كيفاش تتشهر بالناس؟ طرقتي الموضوع اللي
اللي الناس ملت منه واخذ منحه خطير وشفنا عاد يقلق الناس وخاصه في لي ريزو سوسيو. كيما هضر الياساني على الناس اللي تصور الموائد تاعها سواء في رمضان ولا في العيد، كاين الناس اللي في العيد والله ما تعيد، كاين اللي ما عندوش حلوه وحده في الدار سي فري، شحن تاع مقرود ما كانش، ما عندهمش. والعيد الكبير الكباش والكباش الكباش والشوا ندير الشوا، شوف فيسبوك ولا تشوف انستغرام يعني الناس لي زارتي سبق نهضر نعرف 90% ما شراوش كباش. كاينين الناس كاينين الناس ايه فنانين ما شراوش 90%، انا واحد ما شريتش كبش، ما نحشمش نقولها، ما تحشمش عادي هذه ما فيهاش حشمه، ما نحشمش نقولها. عمره كان عمره كان نقص المال ولا عيب، ما كانش ماشي عيب، عيب في حاجه خلاف عيب، باش تقول لي عيب ماشي نقص المال، عيب اللي عنده ويجهر به ويزوق به. صح صح الفنان صراحه انني فنان كيفك، ورانا تقريبا انا وياك الياس عندنا نفس ال يعني لا سيتياسيون لا ميم سيتياسيون، انت عايش بالفن وانا ثاني عايش الفن، انا 70% عايش بالفن، نمروا بفتره صعيبه ودرس وفتره ما كناش نحطوها في راسنا. شكون اسكو انت كنت تخمم يجي نهار انك تحبس عن العمل الموسيقيين والفنيين؟ هذا الفيروس هذا راه ما قاسناش غير احنا كفنانين، راه قاس العالم كامل. شو خصيصنا احنا فنانين وخصيصنا احنا كجزائريين، لانه مهما الجهود اللي قاعده تقوم بها وزاره الثقافه ولا وزاره الضمان الاجتماعي الى غير ذلك تجاه الفنان مازال نقص، يعني خلينا انا ما شفت حتى جهود، ما كفتش و انا ما شفت حتى جهود. صح صح يعني شوف انا نهضر ديريكت في الوجه، انا ما شفت حتى جهود باش تمدي 3 ملايين في عام ونص، شنو ندير بها؟ ان شاء الله خوتي الاعزاز، ان شاء الله نداءكم يكون وصل للمعنيين بالامر، ما زالت قعدتنا متواصله بيان سور، نروحوا نشوفوا ركن سامر بيوتي ونعاودوا نرجعوا لكم ان شاء الله. ورجعنا لكم متتابعين الكرام في ركن سامر بيوتي مع عائشه. السلام عائشه، مرحبا بك. الله يسلمك لميس، مرحبا بك وسيم، مرحبا بليزافيتي ديالنا، ومرحبا بمشاهدينا ومشاهدين قناه الجزائريه وان وين ما كانوا. كما عودتكم في فقره سمر بيوتي نحكيو على الجمال والاناقه دائما جديد. النهار تاع اليوم خيرت لو سوجي تاعي تقشير البشره والعنايه، ولا نقدروا نقولوا تفتيح البشره ديالنا، خاصه كان في موسم الصيف بلا ما نحكيو على لابلاج وسي الناس اللي تخدم برا تكون متعرضه بزاف لاشعه الشمس، خاصه اصحاب الدهنيه اصحاب البشره الدهنيه راح تكون بشرتهم بزاف مزيته، راح يكونوا عندهم بثور تاع رؤوس سوداء. من الاحسن انه يديروها اون فوا بار سيمان وان شاء الله تعطيهم ريزلت مليحه. راح نشوفوا دوكا مع بعض المكونات اللي عندنا. الوغ نبداو باش نقشوا البشره تاعنا، ومن بعد عندنا لو ماسك. الحاجه الاولى عندنا العسل، العسل الحره بيان سور عائشه، يعني حره اللي يقدر ولا ما يقدرش معليش ماشي حره. داكو. كيما نعرفوا الفائده تاع العسل مليحه بزاف، نديرهم غير في عسل واوسي عندنا لهنايا التلوه تاع القهوه، وكاين اللي بلا ما ديري التلوه تاع القهوه تقدري ديري القهوه نورمال بودغ بودغ وي. عندنا اوسي ثاني مغرفه كبيره هكذايا، كما نعرفوا ماده الكافيين مليحه بزاف للبشره، مليحه للبشره وي لامس. ايضا بالنسبه لاصحاب اللي عندهم البشره تاعهم سونسيبل حساسه ولا على بالهم حدير لهم عفسه بعد هاد القماش اللي حنديروه، ما يديروش لي سيترون، يتفاداو القارس. بصح اللي ما عندهمش مشكل يديروا القارس، نص حبه قارس معصوره يديروها اوسي. فيه ليزاسيد نورمال، فيه لاسيد اللي عندهم لابو تاعهم سونسيبل يفيتيوه خير. قلنا نديرو القارص اوسي. عندنا زيت جوز الهند مغرفه كبيره ثاني، انا هاد لاروسه نديها انا نخلطوهم مع بعض اوسي. نزيدو انا وعندي لهنايا بصح ما كانش متوفر عندي شوفان ملحي، كما راكم تشوفوا شوفان تلقاوه في اليمونتاسيون اللي عند العشاب يتباع باغتو بالميزان ولا ديباكي، بصح من الاحسن يكون ملحي. علاش يكون ملحي لاميس؟ خاطر مش لو كان نخلوه هكا حيجرح لنا البشره ديالنا، وهنا كما نعرفوا الوجه ديالنا شغل سورتو لا بو سونسيبل، سورتو لا بو كي تكون من البحر ديجا تكون برونزي، الوغ دو بريفيرونس تكون بودغ اوسي يكون بودغ، خاطر مش باش ما يجرح لناش قلت لا بو ديالنا، نلحيوه ونزيدو نضيفوه مع هذا.
كيما راكم تشوفوا عندنا نخلطوا بيان نابليكيوه على لو فيزاج تاعنا نماسيو بيان حتى تقشر لاكو تاعنا وبيان سور كي نخلطوا شوفان اللي تولي عندنا جوغ اون كريم اون كريم وي ميم لا كونتيتي يعني درتها بيبي عيني ميزاني تكون عاقده يجي شغل ان غوماج لي نابليكيوه على الفيزاج تاعنا قلت لك نديروا ان بيتي ماساج هكذا يعني نحكوا بيان حتى من بعد نغسلو بماتياد عادي نسوطيو لو ماسك ديالنا لو ماسك عندنا دو ماسك شحال تقعدي بيه لو ماسك تاعك عائشه وشحال تابليكيه من خطره لازم نوضحوا للمشاهدين الكرام انا عامله ميز جوستمون كنت قلت لهم مع الاول نديروه اون فوا بار سيمان داكور هذه شحال نديروه وشحال نقعدوا به ما عندوش مده معينه يعني بوندون 5 مينوت وانتي ما حش يضروش بوندون 5 مينوت وانتي تابليكي بيان في لو ماساج هكا على لو فيزاج ديالك ابخي نسوطيو بعد ما نغسلو بماتيات نسوطيو لو ماسك اللي عندنا دو ماسك بالنسبه للبشره الحساسه والبشره العاديه اللي نورمال ما حيكون عندهم حتى ضرر نروحو بالنسبه للبشره العاديه عندنا اوسي العسل كما راكم تشوفوا معايا مع لو سيترون اللي يكون معصور نخلطو سيترون بالعسل ونابليكيوه على الفيزاج تاعنا من 10 مينيت حتى ل 15 مينيت جوست ينشف نغسلو بماء بارد ولاح يعطي لكم نضاره البشره ديالكم بعدو نابليكيو ما ورد على الفيزاج تاعنا ونعرفوا الفايده تاع ما ورد يعني معروفه ما نستغناوش عليه وبالنسبه للبشره الحساسه عندنا كما راكم تشوفوا معنا كريم فريش لا كريم فريش مع زيت جوز الهند نديروهم من ماسك في الفيزاج تاعنا هادو بالنسبه للبشره الحساسه راح يعطيهم نتيجه ايضا مليحه ونقول للمشاهدين بالك نسيت ما نقولها ما قلتهاش مع الاول قبل هاد لي زاستيس اللي ديروهم راح يكون عندكم حمام مائي اللي نديرو فيه دي ترونش تاع لو سيترون ولا اوسي يكون عندكم نعناع ولا بابونج نتوما واش تحبوا ديروا في الحمام المائي تاعكم حديو لا فابور في الفيزاج تاعكم ابخي ديروا باش يفتحوا المسامات تاع البشره هكذا هاد الموضوع تاعنا اليوم حيقشر البشره ديالنا وحيخلي اوسي نحينا الرؤوس السوداء اللي يكونوا متواجدين عندنا وكما عودتكم عائشه مشاهدينا الكرام تجيب لنا كل ما هو اقتصادي وطبيعي في نفس الوقت شكرا لك عائشه قعدي معنا داك نعاود نرجع لك عباس ريغي احكي لنا على مشاركتك في فيلم البوغي المشاركه في فيلم بوغي هي اول تجربه في ميدان السينما كيفاش كانت هاد التجربه كانت صعيبه عليا شويه سيستم اكثر حنسقسي لانه ميدان ما نعرفلوش ما عنديش يعني حاجه جديده عليك ما عنديش خبره فيه الحمد لله كنت جيت بيان كادري كانوا معايا الناس يعني ممثلين كبار منهم سيزرمان بشكري نونو حكيم دكار جمال دكار عنتر هلال كان المخرج كان المخرج سي علي عيساوي اللي نحيوه بالمناسبه واش كان شعورك لقيت روحك في وسط هاد الكبار هادو هما كبار وعلى بالك انا اول مره نخوض تجربه في ميدان سينما مع الاول خفت مع الاول كاينه ثقه يعني في النفس كمان انا ما قبلتش مع الاول كنت قلت يعني ما عنديش تجربه في السينما ونخوض هكا من الاول بعد الدور الرئيسي تقريبا في فيلم فيلم جاب الله ومن بعد سي علي عيساوي الحق الح عليا وهو كانت عنده ثقه فيا وشجعني الحمد لله كانت تجربه نقدر نقولوا كانت 80% ناجحه الحمد لله للناس الحمد اللي لله شافت الفيلم الحمد لله وكانت تجربه رائعه وكي تكون كاينه الثقه في النفس وسي ثاني تعاون صح الثقه في النفس تنتكل على ربي ويلا وصح انسان ما يهابش خاصه في مجال الفن لانه الفن راه كبير ماهوش محصور غير على الغناء فقط كاين المسرح كاين السينما وفتحت لي بيبان اني ان شاء الله جوني بعض عروض هكذا في نفس سياق فيلم البوغي فيلم اللي في افلام تاريخيه حكينا على البوغي نورمالمون استوار دامور سي سا بين قسنطيني وعنابيه ولا بين عنابي وقسنطينيه بين عنابي وقسنطينيه داكور هي محول القصيده هي قصيده معروفه في قسنطينه ومحبوبه قصيده البوغي قصه غراميه ما بين عنابي يجي لقسنطينه يتعلم الخياطه كتيرزي و يوقع في غرام في عشق وغرام فتاة قسنطينية بنت عائلة معروفة وهي كانت أنا ذاك راح يخطبوها لولد عمها هو كان ديجا خلاص راهو يحبها خلاص يحبها ومن بعد هو شهر بالمحبة نتاعو ليها يعني شهر بالعشق هذاك خلاوه الناس في قسنطينة وأهلها وخاصة أهلها حبوا يقتلوه وكان مضطر انه يعاود يرجع لعنابه
يقولوا باللي هاد الفتاة هادي من بعد زوجت وناب عليها ربي بطفل، وفي الختان تاع الطفل هذا في الختانة تاعو هو مغني هذا جاب الله العنابي هذا، هي بعثت له باه يجي يغني في الطهور تاع ولدها. وكاين اللي يقول لك موش طهور تاع ولدها، الزواج نتاعها. سبحان الله. الزواج نتاعها يعني حبت تشوفه ولولي اخر مره. البغي عباس يعني المحبه، من نوع انسان بغى 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 من المغبه يعني من الحبه يزيد يتقوى غرامي. وكانت يعني نهايه تاع هذه القصه يعني نهايه ماساويه، لانه هذا من بعد يدخل يعاود يرجع لقسنطينه باه يحيي الحفل هذا العرس ويعرفوه، دخل مع الاول ديكيزي ديكيزي ومن بعد عرفوه اهلها وقتلوه، ومن بعد هي كشافته مات السي سويسيدي. السي سويسيدي يعني نهايه مام هي قتلت روحها، هي من بعد يقول مؤسفه. سي باز اون ليستوار. شوف يا دي فيرسيون في قسمتنا اللي يقول لك سي اون ليستوار فيريديك، وكاين اللي يقول لك لا سي اون ليجوند برك هكذا. ان شاء الله تكون ليجوند باسكو الفن تاعها تبكي. حساس حساس. شوف الافلام الغراميه هذه ديما تلقى سي فغي بيان سور، هما القصص الغراميه هذه هي حب بزاف اللي ما ينجحوش، عاده ما ينجحوش ويكون عندهم دائما نهايه ماساويه. نهايه ماساويه. ومين تبقى القصيده البوغي قصيده معروفه وحلوه باش نحبوها باش نشوفوها. احنا ان شاء الله من بدايه البرنامج حتى نهايته ما كان حتى ماساه، كان غير لومبيونس بيان سور، ونسمعوا كيف كيف البوغي مع ان شاء الله نسمعوا. يلا الفيلم خرج ومازال ما دارش الدور في الايقاعات السينما ان شاء الله، نتمنى نشوفوه في الشاشات ان شاء الله. ان شاء الله. يلا عباس بالبغيا تقوى غرامي أهلكني يا سابغ الشفار تبع في مرضاه ولع بعد ما لقيت ابعتي سلامي جاني يوم رسول بالخبر حدتني بلفظ مشنايع صرت نخمم فين جاني عقب الظلام واقصد ترفيقي وصاحبي عن غفلة صار فزع سلمت وقلب سلام الساعة عوت نوب الخبر قال نار
اختار اللي قلبي بدالي رازل التاني سابغ الشفار هي توعد كل جامعة ودخلنا في رياض خبرتهم صف البطايع قام الصوت جفيف ورافع الله يا سود النيامي برافو 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 الله يبارك فيك اللهم عليك على بالك انا شخصيا نهضر على روحي تخيلت روحي راني حاطه هكا طابلة فيها فوالا سينية كما يقولوا في الشرق فيها شوية مقروط مع الصلاة الله وطبسي كبير تاع جوزية جوزية راني نشوف ريحة الجوزية كي سمعت الغناء تاعكم المالوف اليوم الجوزية ربي انت هو الجوزية تاعنا اليوم والله الحضور تاعك يكفي ويوفي خويا العزيز روماركيو أغنية المالوف ما كاش ما كيما هي شفت تمكن فيها نهضرو ميوزيكالمون وي موسيقيا كما يقولوا الموسيقي تنوع في طبوع ما كاش في الجزائر قاعد عندنا طبوع في بارتو اللي كاين اختلاف بيان سور ونغيش في البلاد تاعنا مي انا اوتونك موسيقي موسيقى اللي تحيرني سي هي المالوف باسكو علاش بزاف حنا موسيقيين كاين ديريت ما قدرناش نلعبوهم باسكو اي سون با فاسيل دي فوا تلعب بالزنداني هما لا ميلودي تكون فوق الريتم صح غير القسنطيني يقدروا لها حنا باسكو حنا في الجزائر نخدموا عندنا كاع الطبوع نخدموا في العراس نخدموا المالوف نخدم كيفاش يقول لك طور كل طير يلغى بالغاه مالوف سي لا سي باس سي بور مو سي حاجه ما كاش حنا نعتزل الجزائر الحمد لله مازال قعدتنا متواصله فاصل ونرجع لكم ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومازال قاعدتنا دائما متواصله في برنامج الصيف ضيف عبر قناتكم قناه كل الجزائريه وان عباس السريغي على حساب علمي شاركت في عده مهرجانات منها مهرجان في كندا نعم مهرجان العالم العربي في كندا كانت عندي يعني مشاركتين في 2014 مع الفنانه ليلى بورسالي اللي نحليوها بالمناسبه وين مزجنا ما بين مدرسه قسنطينه ومدرسه تليمسان في الموسيقى الاندلسيه والمشاركه الاخيره كانت في 2018 دائما في نفس المهرجان الى جانب ذلك مثلت الجزائر في مهرجان قرطاج بتونس وكانت محطه مهمه في المسيره الفنيه لانه مهرجان قرطاج عنده بعد يعني فني كبير ومهرجان يعني عنده ثقل خاصه في المغرب العربي كان كاين تجاوب هكا من عند الاجنبيين من عند كي يسمعوا المالوف والله مشاركتي في كازاخستان يعني نمد لكم مثال في أستانا شاركت في مهرجان الموسيقى العريقه ما كنتش نتصور تجاوب تاع الجمهور الكازاخستاني للفن المالوف يعني يعجبهم لواحد الدرجه حتى بعض الموسيقيين قعدوا معايا في اتصال بعثت لهم تسجيلات تاع بعض القطع الموسيقيه اللي اديتها انا ذاك قدمت الفالس بالله يا حمامي درت بالله يا بالورشان حوايج هكا غنيتهم في المزموم كذلك عجبهم نون سيلمون عجبهم لو ريتم ولا ميلودي عباس ريغي احكي لي على راقصة الفلامينكو والله رقص الفلامينكو شوفي احنا في تراثنا خاصه في قسنطينه كما كان يذكر الياس عندنا تنوع في الريتم في الايقاع وانا في مهرجان قرطاج في تونس خيرت قطعه موسيقيه معروفه بالله يا بالورشان في طابع الرهوي وعندها ريتم قريب للفلامينكو وكانوا معنا من المشاركين فوق الركح كانت فيزيون فيها دي شونتور بزاف من المغرب وانا مثلت الجزائر وكانوا معنا ان جروب من لو سود تاع الاسبان من اندلسيه كي وصلت الاغنيه هذه تاع بالله بالورشان ناضت واحده من الموسيقيين تاع الفرقه اللي جات من الاسبان
وانا نغني في بلا برشنا شطحت رقصه تاع فلامينكو وما كانش سيتي با بروغرامي خلاص في ما كانش في لو بروغرام تاعك ومدت واحد البهجه لامبيونس بالنسبه للموسيقيين لانه كان اوركستر الله يبارك 80 موسيقي فوق الركح الله يبارك توانسه جزائريين وحتى من الجمهور مهرجان قرطاج الجمهور اللي يحضر وحنا قدمنا حفل الافتتاح كان مقتطع عن اخره يعني الحمد لله هذا شرف لينا وهذا شرف لينا انه الحمد لله بلدنا يعني فيها تنوع موسيقي كما ذكر خويا الياس تنوع موسيقي في الايقاع في النغمات الموسيقيه في لاميلودي كاين من تشابه في الفن ولا واش رايك اخي كريم بيان سور بيان سور كاين بزاف تشابه يا باك كشاك ستيل حنا كاين طبوع باينين حنا نعرفوهم اونطونك ميوزيسيان ولا اونطونك شونتور مي كل واحد كيفاش يغني طبع هذاك هذه الخصوصيه تاعنا هذه العفسه تاعنا في البلاد القبايلي يغني الحجاز مش كيما الوهراني الوهراني ما يغنيش كيما قسنطيني قسنطيني ما يغنيش كيما سطايفي وهذا هو اللي دار هو طابع واحد التنوع صح مي التنوع راه في لي مود هذه لا ريشيس دو لالجيري هذه حاجه اللي مازال ما فهموهاش هذا الفن لازم يروح بعيد وراح بعيد لازم يروح بعيد باسكو كي يسمعونا دوتر بي يندهشوا كيما هو داك مالوف انت لو غاي بوكو بلوس خلينا لو غاي بان خلاص سي بون الناس تعرفوا مين مالوف مازال فريمون ما تعرفش كيفاه ابار مامي عاود بالله يا حمامي ا سافاسون ماش مالوف ا سافاسون مي يا بليزيور ستيل اللي مازال ما بانوش في بلدان اخرين هكذا باش نلحقوا ثاني هذيك الهضره تاع هذا ستيل تاعنا اكزاكتلي باش نحبسوا الناس ديال لا لا هذا الشيء مالوف سي لازم يلحق العالميه لازم واش رايك حاجه كبيره عباس والياس هكا بما انه عباس مالوف وانت بوكو بلوس لو غايتو تعطيونا هكا ديو حاجه خفيفه هكا ونشوفوا شوفوا واش راح يمد لنا هذا الديو هذا ديروا استخبار حجاز دير حجاز الصول حجاز ميكرو ولا حبيب لا والي لا دلال لا من جواب جا عندي لا من شواب جاندي وجابولي الغزال يا دران يا يا دراي سقاف سعدي ونشوف الغزال يا ليل يا ليل يا ليل من وحشنا حباب صرت حيران انا حيران من وحش الأحباب صرت حيران واليوم غابوا عليا
نبعث سلامي الغصن البان الغصن البان نبعث سلامي سلامي الغصن البان محبوبي يبعث لي برية نبعث سلامي الغصن البان 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 محبوبي محبوبي بعتني برية نقراها 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 ونعود فرحان فرحان ونعيد لكم العاصمة مجربية يا سلام عليك يعطيكم الصحة ويحفظكم إن شاء الله آه نروح لركن كيلتوان مع زميلتي سارة ورجع لكم مشاهدينا الكرام في استقبال زميلتي سارة في ركن كيلتوان مرحبا بك سارة مساء الخير لميس مساء الأنوار مساء الخير نوزافيتي مرحبا بكم معنا الله يبارك في عمرك ألوغ اليوم لميس راح نتكلم على لا ميوزيك الجيريان الموسيقى الجزائرية اللي معروفة بزراها وغناها وتنوع تاعها كما كانوا يهضروا معنا لي زارتيست باللي الأغنية الجزائرية يعني كاين جيل من كاين شباب فنانين جيل جديد راهم يقدموا في موسيقى يعني كاين تطور راكم تشوفوا فيه انتم في بالك راكم بلو بروش كاين تطور من حيث الألحان في لي باغول حتى لي فيديو كليب ولاو يبازيو بزاف على الصورة يعني حاليا واش رايكم انتم والله شوفي احنا الموسيقى تاعنا الجزائريه تراثها هذا وتنوعها وجمالها باهي يخرج من الجزائر يعني ويولي عالمي ما يعني لازمنا ندخلوا عليه بعض الجماليات انا نتكلم على ما نتكلموش على الراي لانه الراي وصل للعالميه كما قال الياس نتكلموا على الموسيقى الاندلسيه او الموسيقى تاعنا شعبيه بصفه عامه لازم ندخلوا عليها روتوشات جماليات ديزارونجمون اللي من شانها تزيد تمد جمال الموسيقى باش يفهموها بونيدي هذه وتعجب الناس كامل يعني من أكيد. لانه حنا كموسيقيين في مجال الموسيقى الاندلسيه بور بروموفوار لا ميوزيك نتاعنا وبنحافظوا عليها لازمنا نطوروها شويه نطوروها يولي يسمعها العام والخاص وحده وثانيين خاصه فئه الشباب على بالك موسيقتنا الاندلسيه شباب شويه بدا يكره منها ويقول لك ثقيله الى اخره يديرك حنا لازمنا حيلة نستعملوها أننا ندخلوا بعض الجماليات للموسيقى تعودوا تحيوها أخويا خليونا غير حنا نسمعوكم نخليو الشباب غالي نفهموكم نسمعوكم صح صح, صح, صح على بالي ديما عندوش قو ما عندوش قو الله غير بالي هذه تعقيلة ديما ما نحبش نسمعها هي كاين الشباب تاعنا علاه ما تنساش باللي ضغط عليه الموسيقى الصاخبة والموسيقى اللي تجينا من باسكو شوف فهمك حاجة إعلاميا وبزاف ماهمش يمبوزيو لازم تمبوزيو ما اصافوغ واش تغرس فيهم تانيك إيه؟ ملومهم دوك انت مبوزيلو الراب زعما نقولو يكبر به يكبر به وي ما كاش حنا الاغنيه تاعنا فرطنا في في كل ما هو اصيل في الجزائر فهمني والحمد لله درك حنا كشباب علاش انا بواحد الوقت درت نحبك يا ساره مع بنزينه هذاك الوقت الناس كانت تسمع غير الراي صح درت نحبك يا ساره درت لبس طرقت كيفك فهمني في خاطر ساره اليوم ومعنا ساره وسي حنا كامل نحبوك ساره الموسيقى تاعنا لازم واحد يخليها الناس تسمع لازم باش يوالفوا لا لا حنا الحمد لله من خلال الحفلات اللي نقدموهم سواء هنا في الجزيره العاصمه ولا في قسنطينه انا نقدم دائما حفل فيه ساعه ولا ساعه ونص اكثر ساعات ساعتين كلها تخت جزائري الحمد لله حوزي عروبي زجل الى غير ذلك والحمد لله لقيت باللي شباب تاعنا عاود رجع للموسيقى هذه الحاجه الحمد اللي فرحتني لله. انه شباب تاعنا عاود رجع للاصاله وما تخديش تصوري قداه اللي ميساج اللي يعني اللي بعثوا لي شباب يعني شباب من 14 سنه 15 سنه وروح حبوا يتعلموا المالوف يسقسي وقتها تبدا حاجه تبشر بالخير حاجه تبشر بالخير الحمد لله دو توت فاسون في العرس ها واش راه يمشي الحمد لله العرس العائلات ديموندي بزاف القسمطيني والمعنى بار اكسبيريونس ما حاجه بخوب هذا واش يمشي الحمد لله العرس تقدر تقول لي الاغنيه الرايويه نقصت ب 90% بيان سور بيان سور كاين عرس كاين عرس ما كاش كاع الراي مي با نص اغنيه ما كاش
انا نخدم مع بليزيوغ شونتور اللي نخدم معاهم دي فوا يفيتي والراي صح القسنطيني لاجيغوا ستايفي غير هذا هادو هما الاغنيه النظيفه كما يقولوا انا ديتك كلام كساره تفضل سامحيني يا مطوش بزاف نعاود نعقب برك على شي اللي قالوا لي كي نقولوا الراي ماشي لو راي اونسيان لو راي اللي نعرفوه واللي اللي حبوه الاجيال السبعينات والستينات والثمانينات ماشي الراي درك الحالي الراي القديم كان راي مليح وكان نظيف وكان كلامه مي الراي اللي نشوفوه مؤخرا كما قال لك الياس عاد الناس تطرب انه في العرس ما يكونش الراي نهضروا على لو سيل هذا تاع الراي الجديد تقول لك الحاجه بين قوسين دوكا ستيل اللي يخرج يسموه راي بالك هذا كاع ماشي راي هذا صح لانه الراي شكون قال باللي راي انا نرحموا على بلاوي الهواري ايه دوكا دوكا نهضروا على اغنيه الرايويه باين ماليها لاحمد وهبي فهمتني باين ماليا دوكا الستيل اللي يخرج يسموه راي لازم في كيف فيه الريتم راي انا بور ما سي با دو راي سي سي ستيل يسموه كيما يحبوا الغرض هنا لو كونتكست تاع الكلمه راه ولا تري تري امبورطون حاجه مهمه انه الاغنيه نمدوا قيمه للكلمات نتاعها كلمات لازم نمدوا قيمه للكلمات بيان سور لان رانا حنا كفنانين رانا حاملين رساله تعود انت تغني في كلام اللي ما يتماشاش مع عاداتنا وهي امانه لازم تلحقها في احسن صوره كامل ولادنا ما يظهر لي ماهوش فن على هذه برك على لا شونسون اللي ما تقدرش تسمعها مع باباك مع يماك مع اختك مع وليدك يا اون اوتر فاسون فلي با تلونسيها للناس باش تكتبي دي باغول معليش تي بو فير دي باغول باللهجه ولا واش راه يدور واش راه يدور واش راه يدور زعما الكلمه يدور في الحومه ولا كيف فهمتني كيما ستيل زرقاوي فوالا نضيف نضيف ولا ماشي نضيف وي واش والكلام واش راه يدور برا راه يدور في الحومه مواضيع اللي يعيشها اولي با اوبليجي باش نقولوا كلام عيان باش نرضيو الناس باش نعجبوهم وي وبما اننا نتكلموا على الفن والموسيقى نزيدوا نشوفوا ساره واش جابت لنا اليوم جوستومون مازال نحكي على لا ميوزيك الجيريان كاين ان بوين باللي ولات الموسيقى الجزائريه يعني من بكري هي خرجت على الحدود بصح درك رانا نشوفوا ما في المشرق راهم يغنيوا باللهجه الجزائريه شوفوا بزاف فنانين راهم يعاودوا اغاني جزائريه في الحفلات تاعهم الخاصه ولا يديروا دي شونسون الجيريان يعني كاين كومام دي زارتيست اللي راهم يروجوا للفن الجزائري حاليا يعني كاين شويه تطور كما ديرنييرمون كان ياسين تيغر جاز ديجا عندنا ضيف في برنامج صيف ضيف عاودوا لا شونسون تاعو اماراتيين تاع يسمره عاودها اماراتي يسمره جاب لي ربي اغنيه تونسيه انا هذه ما على باليش دوك نزيد نحققها احنا ما على بالناش احنا اول مره نسمعوها سمعناها من عند ياسين تيغر الله اعلم المعلومه هو عطلها عطلها طابع على الجزائري داكو وزاد غناها مليح باسكو هو ثاني كيغني مليح بيان سور بما انك موزع موسيقي كومام يعني نقدروا نديو الصح من عندك لا هو غنى مليح نو دوك انا جاب لي ربي سي اغنيه تونسيه جاب لي ربي مانيش على 100% مي والاداء اللي خلاها نجحت فوالا اداها يعني ما شاء الله لا لا اداها هو ثاني الله يبارك وعاودوها اماراتيين كاين بزاف اللي ولينا نشوفهم يديروا دي رياكسيون على دي شونسون كاين بزاف دي زيترونجي وارن وارن تعاودت عند الاماراتيين بخته اه كاين اللهجه الجزائريه اللي فرضت على خالد وسي ما عندي شونسون شيلت العياني اه شيلت العياني نبدل لكم يا بليزيغ شونسون اللي تعاودوا في المشرق يا رايح وين مسافر هذيك ما نهضرش عليها هذيك عالميه عالميه هذا فخر لينا لا لا هذا فخر لينا بالطبيعه نسير فخر لينا وكيفاش احنا فور في البالون في الموسيقى اه وي بيان سور قولوها وعاودوها عندنا اغاني اللي مش برك خرج الحدود عاد مأثره على الساحه الفنيه العالميه الحمد لله كان ملحنين القدم بيان سور كيما ما ننساوش اللي فاتونا محبوباتي هاد الاغاني ماشي ملحنوهمش نيبورت لو كي ثاني باش لحقوا العالميه بيان سور كملي ساره قلت كاين ثاني درك راهو يديروا مزج بين الموسيقى الغربيه والجزائريه بالك هذا هو الحاجه اللي تخلي لا ميوزيك تاعنا تخرج وخاصه المغرب لانه بور اتيري لو بوبليك تاع الغرب لازم ديفيزيون كما قلت لك انايا ساره حكينا انا وياك قبيل في الكوليس على التجربه اللي قمت بها انايا مع الجزائر يوان وسجلنا فيرسيون جديده درنا اون فيزيون مع ان جروب دو جاز والبوغي غنيتها انايا كيما راهي خليت الاصل فيها وشو دخلنا عليها الات موسيقيه عصريه ودخلنا فيها مزت كولور حيتوها زدنا حيناها ودينا لها اون كولور جاز افيك دي زارونجمون اللي دارهم خونا طارق خادم اللي نحيوه ونحيو كل الموسيقيين اللي كانوا معاه هذه اون استيس
باه نقيسوا شويه لو موند اوكسيدونتال يتقبل الموسيقى نتاعنا، والحمد لله عاد تعجبهم الموسيقى نتاعنا في سوريا. وانا مش يعني بالنفوخ ولا بلا ريجون نتاعنا، في قسنطينه خاصه. اتونسيون اليوم السوجي تاعنا الزوغ. الزوغ. لا لا حاشا لله. والله لا نهضر على سبيسيالمون على ليكول دو كونستانتين، واش كاين فيها؟ عندنا بعض يعني عندنا بعض الاغاني، بعض القطع الموسيقيه، بعض الطبوع لي مادة خام باش تتفيزيونا وتتقبل يعني نسمعوها علاه، لانه قسمتنا قستها لاتوش تاع وجود العثمانيين. لا فيزيون لازم، ولا فيزيون لازم يعني محافظة. ما تقدرش تدي انت نوع من انواع موسيقى للناس وما ديش شويه فيزيون فيها، كيفاه باش تفهموها باش يتاقلموا فيها؟ تكون مدروسه. كيما صارت مع خالد، خالد كان وقت الراي نهض على وقت الراي كان لاكورديو دربوكا بعد طوروا فيها، تطور دخلت البواطاريت هنا في الجزائر، ومن بعد خالد راح دخل له اوركاس باتري باس جيتار وكذا، باش ولاو يسمعوا ثاني الكور. وهذه هي ملي ساره انا جوست عندي اون كيسيون لي، اسكو لارتيست يدوا سويفغ لا توندونس لي راهي بور ريوسير، ولا يقدر يحكم في لو ستيل تاعو؟ اوبليجي باسكو سيرتو حنا نهضر كوتي ارونجور ولا لازم تبعي لا توندونس. اكيد وتبيع لا توندونس باسكو الوقت راه يتبدل، كاين اغنيه الاصيله ما تتبدلش باينه، مي اغاني الاخرى لازم تبيع توندونس باش سينو ما تاكليش خبزه وحده. هذا لا فيريتي. باغ اكزومبل خلطوا اغنيه شاويه مع لو راب. ايه تو تي اون بو تو اون بو فيزيوني كيما يقولوا الفنانين معنا هنايا. ديجا لو راب درك راهو ماشي جوستومون كاين عيطه شاويه ومن بعد يدخل للشاوي. الشاوي في وقت الشاوي كان روك، كان يفيزيوني مع الروك. كان اسمه بسطوله، كان يفيزيوني مع الروك، كان باتري روك وكذا كلش روك في ليزاني 90. عاودي سمعي باك لي شونسون سي تيبيك مون روك باسكو لو ريتم تاع الاغنيه الشاويه راه بوكو بلوس روك. جيتار الكتريك وتلقى شفاولو بيان سور صح. دوك ميم تفيزيونيه مع الراب سي نورمال. الراب الراب اون بو لو فيزيونيه افيك تو لي ستيل كيف ما باسكو لو راب لو راب لي موش موزون ستادير كلام ماش اغنيه. الراب سي سي كوا سي سي دي بارول، سي دي بارول كيما رانا نهضروا برك يهضروا في الريتم. هذا ما كان اون بو لو فيزيونيه افيك نيمبورت كو كال ميوزيك. ما فيهمش برك اللحن، هذا ما كان ما فيهش اللحن لو راب. بالنسبه لي انا لانه بوزيت اون كيسيون علاش كمل بزاف. انا بالنسبه لي كمغني مالوف، وما تنساش مالوف رانا فرع من فروع الموسيقى الاندلسيه الموجوده في الجزائر. انا نمشي مع لا توندونس، يعني معك ساره، مي نحافظ بوكو بلوس على ما هو اصيل في الموسيقى الاندلسيه. كيما واش قلت الاغنيه الاصيله ما تقدرش تبدلها، ما نحافظوا على السكولات نتاعها. دو طون زون طون اون في دي زيكسبيريونس هكذا اللي يعاودوا يخرج الموسيقى نتاعنا برك ويعطيوها نمط عالمي. مليحه دو طون زون طون ثاني الفنان يخرج من يبخون لو ريسك ويدير ان اوتر ستيل. انا جي بخي لو ريسك ودرت لا فيزيون وداروا فيا ما داروا، مي الحمد لله انا قانع بالشيء اللي درته. مي كان يا اون بون روتور. كاين الناس اللي كانت طيحه يتعلم الواحد كيفاش يمشي. صح صراحه كملي. في لافان راح نحكي عن جون رياليزاتور اللي سبق وتكلمت عليه، اللي كان الفيلم تاعو مترشح لجائزه الجزيره الوثائقيه للفيلم القصير، اللي اسمه احمد تونسي. لافوا باسي غلط في اسمه ساغيف لا غانم، دونك احمد تونسي اللي فاز بهذه الجائزه العربيه. احنا نقولوا فيليسيتاسيون. دونك عندنا طاقات شابه اللي لازم اسمع جائزة عربية. هاد لو جون من بسكرة، الفيلم تاعو اسمه مصوري، يحكي على أشهر مصور في ولاية بسكرة. دائما نحنا نشجعوا المواهب الشابة ونقولوا لازم نستغلوهم وديما نمدوا لهم فرصة باش يبانوا. عندنا عينة كيما أحمد، إن شاء الله دائما نشجعوا المواهب الشابة. إن شاء الله. وحنا بدنا نشكرك سارة، بما أنك اليوم سارة معنا، أنا نطلب من الفنانين اللي راهم قاعدين معنا يجيبوا لنا راني نحب بك يا سارة. عاونوا نو 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 اكادو، هذا كادو، هذا كادو. هو شاد الميدان تاعو. اي ماشي شونسون اللي غناها فنان في قسنطينه معروف اللي هو عبد الحكيم بوعزيز اللي نحيوه. هو اللي كتبها، وعلى ما اظن هو اللي كاتب الكلمات على ما اظن، وهو اللي يعني عرفت رواج الاغنيه هذه من خلاله. نحيوه بالمناسبه. شنو العام هذيك تتخدم؟ يظهر لي سنوات 2003 2004 هكذاك تسجلت على ما اظن. بصح حسنا بالزينه غناها في 95. لا 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 لا، اول من غنى ساره
هو عبد الحكيم بوعزيز أغنية تاعو وبنزينة أخونا اللي نحيوه بالمناسبة. والله غير عندي تسجيل تاع بنزينة في ليزا في ليزا في ليزا في ليزا في التسعينات معليش في التسعينات راني نحبك يا سارة راني نحبك يا سارة راني نحبك حلي خلي نسكن قلبك ما تخليني يا سارة ما تخليني يا سارة راني نحبك يا سارة راني نحبك يا سارة راني نحبك حلي خلي نسكن قلبك ما تخليني يا سارة ما تخليني يا سارة ولفتك سارة ولفتك سارة ولفتك ولفت أنا شفت عينك ما تخليني يا سارة ما تخليني يا سارة نموت عليك سارة نموت عليك سارة نموت عليك ويضات روحي نقتل روحي ما تخليني يا سارة ما تخليني يا سارة. والله ثانيك نقولوا سارة ثانيك نحبوك ونموت عليك وفاصل ونرجع لكم أعزائي المشاهدين. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين في استقبال ضيف جديد لهذا وين التحق بنا. مرحبا بك بالعربي سيف الدين، هذا هو الموهبة تاعنا تاع اليوم. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، سي ان بليزير بور موا لي عرضتوني هنا. ميرسي بوكو. مرحبا بك. مع العلم انه سيف الدين هاوي الرقص، فوالا عنده موهبة الرقص. قبل ما نكمل معك سيف الدين، عندي إهداء لزميلتي العزيزة سميرة دهري، صحفية ومعدة برنامج، نقولها بون انيفيرسير سميرة باسمي وباسم كامل الطاقم اللي راهو يخدم معنا اليوم بيان سور، ونقول لك ربي يرحمها مانك، ما عندهاش بزاف ملي توفات، وان شاء الله فرحك يطبع قرحك وتبقاي دائما زاهية وباهية وفرحانة ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. نعاود نرجع لك سيفو، كيفاش جاتك ليدي هكا؟ كيفاش شفت روحك بلي تقدر تكون دانسور؟ انا افون كنت ديجا ندير جيماستيك، كنت ديجا ندير هكذا دي تروك جيماستيك اي تو، دونك لو كور تاعي كان ديجا واجد للموهبه فوالا تما سبورتيف، من بعد من هذاك لو سبور ديجا ديكوفريت بلي تقدر تكون دانسور، سي سا؟ اكزاكتومون، جونغ لو بو تاعي صاحبي اسمه ايوب راهو بلجيك دروك، هو اللي سالي لا فيديو قال لي شوف بريك دانس لا لا لا. On a commencé barra, entraîné au Hadna et tout, je suis à YouTube et tout. C'était en 2011, j'ai commencé en 2011. Allah y barak. On a développé, on a récemment dans le domaine, il y avait des personnes qui nous ont aidés, on s'est engagé. Tu as lu un peu sur ça ou c'est juste un hiwaya? Non, avant c'était hiwaya. Après, bien sûr, j'ai fait une formation. Parce que le raqs, il y a des choses qui sont faites. Bien sûr, la danse, ce n'est pas juste danser. Exactement. C'est le corps qui parle. شغل الكور اللي يهدر، جونغ يوصل لك. وعنده انواع aussi. Exactement. تقدر تعطينا شويه منها؟ بيان سور. كاين بريك دانس، سي رقص تاع شوارع، تو سكي اكروباسي، رقص مكسر، وكاين اي بوب، جونغ تو سكي انرجي وكل شيء، وكاين بالي، سي اكاديمي، سي معروف البالي بكري، ديجا Il y a des grands acteurs leaders au ballet. Jean-Claude Van Damme, c'était un danseur de ballet avant, alors que c'est un acteur. Donc le ballet, c'est connu. Il y a de la danse contemporaine, je dis des hadis. Raqs ta'biri. Genre, tu vois le message à travers de la danse. Je dis qu'il y a une comédie musicale, qu'il y a une masrah. Il y a une danse contemporaine, tu vois des messages avec la danse. اون ايستوار توصلها توصلها بلا دونس. نروحو نشوفو كيف كيف الموهبه تاعك ونعاودو نرجعو مشاهدينا الكرام.
يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. واش رايكم فنانين في الموهبه تاع الرقص في بلادنا بيان سور، والموهبه تاعو هو بصفه خاصه؟ الله يبارك ديجا لو كور سبورتيف اني غرت انا على بالك. الله يبارك. الله يبارك عليك. ميرسي. في هذا فن، سي ان ار. فوالا لا دونس فن قايم بداتو، والله يبارك راهو كان متعنا متعنا اليوم متعنا. حاجة حية. حاجة حية وحاجة اللي زيد تشجع الشباب على على فن كيما هذا. هذا واش خاصنا في البلاد؟ هذا واش خاصنا بيان سور. حنا طونك دي فوا دي فوا ما نلقاوش مع من نخدموا، ما كاش بزاف. فوالا انتوما كمنتجين وموزعين فوالا. نحوس عليهم بالريق الناشف باسكو علاه؟ ما كاش اللي يونكوراجيوهم باش يكملوك كيف باش يمد لهم يحببهم في هذيك الحاجه اللي ان بو نيجليجي. هذا لو كونتي تاع لي دونسور مالوريزمون وي هو راه سبور سبور وفن قايم بدا جوستومون لا بروف بداها سبور ومن بعد كملها. نحكي لك هكذا انيكدوت. كنت خطره في نيويورك. كنت نمشي في نيويورك نلقى قسما بالله شاك رويال كاين ان بالي دونس. اي ان بالي يخرجوا من اللي يخرجوا من اللي تاع تاع لي جانا. تلقى 10 5 عباد قدا يديروا بريك دانس. طلب هما مولوعين باسكو تاعهم كيف فاهم خرج من عندهم. شاك 100 متر تلقاي. علاش تشوف شوف شحال عندهم سيت ان ار بوبولار. اي بوبولار شاك 100 متر وعباك وكي تشوف فيهم سي نظره بيان سور. حاجه ايجابيه هذه كومام تزرع الفرحه فينا. كانت كاينه في لي زاني 90 سامحني في الجزائر في ليبوك لي لا جينياسيون ديالي كانوا يشطحوا بزاف. صح كانت كاينه في تروحي باغ اكزومبل مقام شاهد ولا تلقاي لي جان يديروا بليك دانس. مين نقصت 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 واحد الوقت كانوا صومبيتيك شغل هكذا قدام الغاشي. مين دوك نقصت ما بيش علاش الظاهره هذه نقصت. بتاتخ ما لقاوش تشجيع. موك دي مويا. موك دي مويا وحاجة مليحة. ما لقاوش مدارس اللي يعاودوا يتعلموا فيها. مدارس ما كاش. وانا نشوفها من ما كاش كاع. نشوفها من جهة خلاف نشوفها انها بتصافي بوتلة من الشباب شوية من من كل ما هو انحرافات الى اخر ذلك. اكزاكتومون. شوف باللي بوركوا با كاين دي زيكول كاين دي زاسوسياسيون. فوالا كاين باش يعمر هذاك لو فيد كيما قلت خويا. بتصافي بوتلة. واللي باش يروح يغلط يدير حاجة عيانة. بنت صافي بوتلة. خدمت مع دي كرون شونتير امريكان. دارت ستيب اب فيلم اوسي. دارت فيلم مع ستيب اب ونيويورك. هي بتصافي بوتلا تشطح دير لا دونس حاجه. بوركوا با انا جونكوراج لي جان. بيان سور بيان سور في كاع لي دومين. علاش لا لا اسمحوا لي كنكون كبير. اون فيت لا دونس سي ديجاجي لينيرجي نيجاتيف شغل اللي تكون في كور تاعك. بيان سور سوا نتايا ولا ميم حنا كيشوفوا فيك تانيك كيكون شطيح شباب وحاجه اللي تعجب. بيان سور ميم تحرق بها لي كالوري دوك السكا. بيان سور تهضرش على لي كالوري كي نروحوا هكا نونطرين نديروا سبور. والله يقول لك كاين زومبا. كاين زومبا وشنو فيها غير فيها باش زومبا داروها باش بنادم كيما نقولوا ما يكرهش ما يدير فيما يدير على طرافير على دونك ويكون عيام هذوك لي موفمون هذوك. لا خاص زومبا تعاود تحيي فيه كاسي لا روتين. فوالا لا دونس سبور باش ما تكرهيش. فوالا نكونوا عيانين سي بون خلاص شغل خلاص ما قدرناش نكملوا اوب ندخلوا هذيك زومبا يروح العيا باسكو فيها لومبيونس. تصرفك راك دير سبور اون ميم طون تشطح. بيان سور بيان سور. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. زين منكم انتم جزيره جزيره وان جبتوا بالك بالك به ديجا ناخذ اخرين. بيان سور تجيهم لونفي. شوف حنا كيما من قبل لا شاك فوا راني لونسيها في ليميسيون تاع الصيف ضيف. حنا نشجعوا المواهب سيرتو لي جان هادو اللي ماشي معروفين. حنا ماذا بينا الناس اللي راهي تشوف فينا تعرفهم وكل واحد يقدر يعاونهم. بيان سور يعاونهم هكا ونطوروا حنا لتانيك لي جان تاعنا ونفرحوهم اوسي. ميرسي ان شاء الله. كيما على بالنا اوسي انت يا كوتش سي سا. وي شان كوتش دو بريك دانس. وي شان كوتش دو بريك دانس عندي لا سال تاعي في اورون. كوريغراف تاني كوريغراف aussi كوريغراف دو كليب اي aussi دو سبيكتاكل. كيفاش راه يبان لك الرقص في بلادنا هكا لا جينيراسيون هذه اللي راك تدرب فيها؟ يا دو نيفو فريمون يا دو نيفو سافا سافا الحمد لله. بزاف بزاف يا دو نيفو ميم اون بارلون دو ري ما جينيراسيون انا كان شغل يا دو نيفو لي فور بوسيبل ينقروا كاع الانترناسيونال والله العظيم. زي حنا دي زارجيريا دمنا حامين بكري. وي حرين من عند ربي. ترينو برا بلا لي مويا ونيفو الله يبارك. ايماجيني يكونوا لي مويا. ديجا ليلو سي ان الجيريان هذا جزائري ديها تخوا فوا شامبيون دو موند سي ان الجيريان. الله يبارك. شغل الله يبارك. سمعناش بها انا بيرسونيل. كاين 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 بزاف لي شامبيون دار مع مادونا. شوف. افيك مادونا هو ان الجيريان. ليلو شامبيون دي مون 3 فوا دونك تبين لك باللي شغل يا دو نيفو.
juste il faut donner l'importance là que tacha tu atona une chance Inch'Allah, pourquoi pas. Je crois que c'est que c'est faux. Voilà, oui. Qu'est-ce qu'il y a un raqs jazaïri, subhanallah, qu'il y a oui, traduction là, oui, tout, oui. Oui, déjà, on a... Qu'est-ce qu'il bien, c'est déjà qui compte. On peut nous voir comme ça, on a un raqs jazaïri, chaoui, alaoui. Oui, alaoui, bien sûr. C'est notre culture. C'est notre culture. Ma bidoua, mais le gharb, l'alaoui. L'alaoui officiel, oui. L'alaoui officiel, oui. En fait, même avec écoute ex-balé national, j'ai drapé avec un mois. خدمت مع اكس بالي ناسيونال يخدموا اكزاكتومون دونك كنا نديروا كلاسيك تراديسيونيل توارق فوالا هذا واش حبيت نفهم باسكو كاين كاين بيان سور اون في ديفيرون دو ستيل ابخي كل واحد كيفاش يحس روحو بلو اكسيسي بلو اليز فوالا مي اون في بيان سور هادو سي نفرغ منهم مازال نزيدو نشوفوك في رقص جزائري بحت ان شاء الله قعد معنا نعاود نرجع لك خويا العزيز قل لي تعاملت بما انك موزع تعاملت مع بزاف فنانين بيان سور القائمه طويله كاين بزاف كاين حسن محمد لامين لطيفه رأفت شاب خالد بمناسبه شاب خالد عندي دبت ليسك دور في 2003 في رايم بي فيفر الناس كاع سمعت بها كي يشوفك كي يزيد هبالي يا دلالي هذاك الالبوم عندي عندي اغاني فيه ديت فيهم دوبل ديسك دور كاين نعيمه الجزائريه راضيه بنان بن زينه رشيد كوسيله حاسب بعمروش الله يبارك بمناسبه اول البوم حاسب بعمروش قبيليه انا خدمته معاه الله يبارك نوجهوا لها تحيه القائمه طويله ما نقدرش نحسبها ما بالك باش ما يزعفوش عليا كاين بزاف بيان سور بيان سور حنا هنايا ما جينا باش ما جيناش باش نزعفوا حتى واحد ان شاء الله ما واحد كي يخدم مع بالك انا شغل جامسه الحمد لله ديجا حاجة اللي تحب اللي تكون تحب حاجه اوفيسيال تنجح فيها هذه حاجه الحمد لله الحمد لله في هذا الشيء اللي ان شاء الله خلانا وفقنا ربي ومشاريعك المستقبليه ان شاء الله واش راك ناوي دير والله يختي بغض النظر على هذه الظروف اللي رانا عايشينها حاليا بيان سور دوك هذه الظروف خلاص رانا مفروغ منها ما نقدرش غير نهضروا عليهم نتفائلوا نتفائلوا الخير دوك ماذا بينا نتفائلوا دوك احنا اصلا رانا ما نخدموا روحنا ماشي الناس يتعاون فينا ولا نديروا مشاريع حتى باينين انا كورونا واش دارت لي رجعتني للطريق صافي دير رحت للميدان اللي كنت خايف منه بكري رحت ليه اللي هو الانتاج فهمتيني دوكا اوتونك شونتور وليت ميوزيسيان وارونجي وليت ننتج وليت نقبض دي شونتور ندير برودكسيون ندير لهم لي كليب ندير لهم وفتحت انشان يوتيوب هذا هو المشاريع عندي مشروع مع والله يا اختي نتفائلوا نتفائلوا نفتحوا قوس معليش 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 تفضل يا ان غون بروبليم في لي فيو في الجزائر حنا البروبليم تاعنا في الجزائر لو طو تاع لي فيو تاعنا كي تجي ب 1 مليون فيو في الجزائر قيس 100 فيو في فرنسا ولا في بلاد اخرى راكي فهمتني لازم باش تدخلي غير في الخساره تاع الدراهمك تاع الكليب وكذا لازم لك 10 مليون فيو للفوق حنا لو طو تاعنا في اليوتيوب ناقص مالوريزمون راهي ماشيه هكذا ماشي في الجزائر باغي باسكو تروحي بلدان اخرى ف كاين اللي عندهم 10 مليون دفيو يترفه ماشي يحوس حنا 10 مليون دفيو باش يا ربي تخلصي الدراهم تاع ستيديو اون في سا بور لو بليزير والله شوفي ميم راه صاري هكذا جيسبيغ بيان كو سا فا ساميليوري هذا النداء المعنيين بالامر عاونونا يا اخي ما راناش نقول لكم عاونونا في باش نخدموا باش ماناش نطبطبوا باش تعطونا اكيد فتحوا لنا البيبان برك هذا ما كيما جا كيما هذا الناس لو كانت تفتحوا لهم بيبان يروحوا بعيد هذا واش نطلبوا باك يفتحوا لنا البيبان يخلونا نديروا الانتاج تاعنا ما يعرقلوناش فهمتيني هذا هو برك الحلم تاعنا برك يخلونا نخدموا النطر كيفاش يقولوا بالبيجي تاعنا بكلش حنا نديروا كلش بيان سور مي يفتحوا لنا باك البيبان هذا ماك هذا واش نديروا الحمد لله يا ربي احكي لنا على جديد تاعك والله بون انا بور لو مومون في هاد لا بيريو تاع الكونفينمون ما كانش بيان سور كان يقول لي يس رانا متوقفين عن العمل سواء في المهرجانات ولا حتى في الاعراس اغتنمت الفرصه راني نوجد في 12 البوم ان شاء الله الله يبارك ما شاء الله مجموعه من الفنانين في قسنطينه المغربيه 12 البوم ولا 12 يعني 12 اغنيه سيدي. 12 قرص فيه داكوغ الله يبارك 12 قرص فيها راح نسجلوا فيها كل انواع الموسيقى الموجوده في قسنطينه هذا قول كفري
سي ان كوفري دو دو سي دي فيه لي ستيل كامل تقسم تاعنا من النوبه من الزجل من الحوزي من المحجوز من الاغاني الشعبيه الخاصه بخاصم تاعنا. هذا وحدكم ولا مع الديوان الوطني؟ والله مع الديوان الوطني باسكو هما اللي يديروا لي كوفري ان شاء الله. رانا بصدد ان شاء الله ان شاء الله. وكان عندك مشروع وسي مع السورية لينا سورية لينا شمامين، كنا لاني انا شاركت في سوريا في عرض سميناه رحلة الموشح من الشام الى الاندلس، وين شاركت مع مغنيين من سوريا وتلاقيت تم شمامين. كانوا معك جزائريين وحد اخرين ولا كنت وحدك؟ الله يبارك. الحمد لله ديجا لفت لوين نروحوا على من الفوت سي ديجا وزيد دون بليس كاين حاجه شويه برك كي راه هو ما خافوش ربي يبارك في عمرك. نمت الله يبارك لافوالي عندنا ما خافوش الله يبارك عليك. هذا تواضع منك. لا لا انا شوفي انا كي سمعت لافوا تاعو نعتز بها الحمد لله والله. وحنا نعتزوا بكم هنا راح تشرفنا باحسن. ربي يبارك في عمرك الياس. ربي وحنا ثاني نعتزوا بكم هنا في بلاطو صيف ضيف خويا العزيز وخويا وانت تاني كيسكي ان شاء الله كل واحد فيكم يرفد وانت علامنا. وانت تاني الله يبارك درتينا في هذا صح رانا في شوفي ديك النظره اللي رانا فيها بيان سيغ ديك النظره الحنينه ديك النظره الحنينه بيان سيغ. حنا رانا هنايا عائله وحده بيان سيغ. وباش نلحقوا كما سبق وقلت هذيك الطاقه الايجابيه ونزرعوا شويه الفرحه ولو بالقليل كاينه بالقليل كاينه طاقه ايجابيه الحمد لله وكاينه الفرحه وديما كما قلت كل ما ضاقت فرجت ان شاء الله. هذه شده شده وتزول. كان عندي بروجي مع شمامين ولا غالب مع الكوفيد ولينا غير نتصلوا عبر الواتساب نوجدوا في واحد البروجي فيزيون ما بين الأغنية القسنطينية وما بين بعض الموشحات السورية مع شمامين إن شاء الله. غير كان عندنا عرض سيتي بروغرامي في دار الأوبرا في دمشق ولا غالب مع الجائحة كورونا سايتي الحمد لله. ليسونسيال ما حبستوش ليسونسيال راه كونتاكتيون ما عن بعد وهذه هي الحاجة المليحة بيان سيغ. ربي يوفقكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. نعاود نرجع لك الراقص تاعنا المحترف بيان سيغ اللي نزوخوا به ان شاء الله وتروح ان شاء الله لبعيد. دخلت ديجا في مجال التمثيل على حساب علمي. وي سي انت حبيت ولا هما بروبوزاو لك ولا كيفاش كانت بدايتك؟ انا شغل كنت نبغي كان في قلبي هكا باش نقول اكتر مي سيتي غير تاع لا مامون تاعي. شغل لا مامون تاعي قالت لي في قلبي نشوف ولدي اكتر. ديجا هضرت عليها ديجا في ليميسيون دونك زعما فوالا نوجه تحيه لا مامون تاعي طول عمرها فوالا. دوكو قالت لي في قلبي نشوف ولدي اكتر قلت لها ما نحقق لك الهدف تاعك. با كنت تشوفني نروح نتورني هكا تقول لي شك دير. قلت لها ما صبري تعرفي شك بابخي درت في بابو اللوح زافي ان بتي رول مي كو ميم سي اون غوند اكسبيريونس ليا يو كو ريان كبدايه فوالا بدايه. وان شاء الله راني نوجد مون بروبر بروجي مع رياليزاتور اسماعيل بويش نحييه ان شاء الله. جو بريبار مون بروبر بروجي امو باش نبين لي كاباسيتي تاعي فوالا ان شاء الله. ربي يوفقك ميرسي وربي يكمل لك ان شاء الله بخير. الوغ دوكا نعاودو نروحو كيف كيف راكم كاع هنايا دي زاكتور راكم ناس معروفين اللي الناس تحبكم. نروحو كيف كيف لدي جي ليديان. ليديان اشاك فوا تعطينا مقاطع موسيقيه وانتوما ما عليكم غير تعرفوا هاد الموسيقى شكون غناها هاد لا شونسون لمن وشنو اللي سبق الحق. مش بدا دوك هي تلونسي لا ميوزيك غير اللي يعرفها يهدر شغل فوالا بتيت كومبيتيسيون ارتستيك ان شاء الله. هذا امتحان ان شاء الله باش نقول لكم ان شاء الله تنجحوا كاع ان شاء الله ان شاء الله. نحاولوا تحاولوا هذا تواضع منك. انا حاساتك راح تربح انت والله. راه ما تقدر تقول عندك عندك لا لا مام الله يبارك عليكم كاع كامل كامل الحمد لله ربي يحفظكم كامل كيما راكم. يلا نتكلوا على ربي مع ليديان. ترى بنتو بغداد قال لنا شكون هذا هو محمد سمحوا لنا ما نعاودوش ليس هو باقي لا تسمح شي يخيبني بازي هو الفنكر اليوم. كيفاش هو مع بدات بعد الموسيقى جابها كافان تو بغداد بالدخله انا عرفت بلي يا عبد الله سي بون الفائز الاول نتايا برافو. الو نروحوا المقطع الثاني. ديدي ديدي خالد 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 ديدي ديدي لا لا بالك اسمع مالك ما شاركش خير والله. شوف
شوفوا التواضع، شوفوا التواضع. شوفوا راكو 2-0-0 يا ليكيب، نشطوا شويه. هو ديديه ولي دار مع خاطر انا كان في عمري 5 سنين ولا ميم. قال لك اون ديغي على بالك شراك ديجا عندك نورمال ديجا ما عطيتيش لاليست ثاني، ما عطيتيش لاليست والو والو. ديري له شويه سكرات باش ما فهمتش. نروحوا للمقطع الثالث مع ليديان. صحراوي لا حكيم صالحي، حكيم صالحي، حكيم صالحي صحراوي 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 صحراوي. وعدنا حكيم صالحي وراه كواليس ومازالوا توجور متفوق عليهم وراهم 0-0. رحبنا شويه الياس. اه والو يلا كابيل كابيل اشي بقى مروش كابيل شريفة شريفة نورمال كملي شريفة صحية سمك 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 كاتا زيرو. على بالكم مشاهدينا الكرام ولا غير غادوني هاد الزوج الوغ ما علينا غير نزيدو مقطع مع ليديان بلا حدود. كمان باي باي الله يرحمه. كمان باي باي زين ولحم كمان باي باي. ايوه ايوه زيد 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 الله يرحمه ويسعدك. خلاص تاج تاج لبسوا ياسر تصفقوا عليه. ايه مش عباك عندي 5-5 بيان سور سوا سوا ما غلطت بيان سور. وانا بالي لو كان لحقنا العشرة راح تدي 10 عباك احسن لك الله غير الله غالب. لا شوف ماشي كيف كيف تبارك الله عليك. واحد انا نلعب سانتي وارونجر ما تقدرش تقول له راهي ميوزيكال. الله يرحمه شاف الموسيقى كامله اسم الجزائر. من نلعبهم ناشين دوك اغنيه نلعبها راك فاهمني ماشي كيف كيف. حقرتكم بصح الشعب فيكم في العين في العين. معلش مسامحينه ياك مسامحينه دنيا واخره. لا لا والله والو والله ماشي زو مخلوف مخلوفه في لا دونس مخلوفه في لا خلفها لك كل واحد والمجال تاعو. كلمه اخيره انا قلت لكم ان شاء الله ما تكونش الاخيره يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. واش حبيت نقول لكم ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله باسكو اوني فاتيغي خلاص ونعرف با بروغريسي ما قدرناش نزيدو انا مستاغنيين ان شاء الله ربي يفرج ان شاء الله يكون الانتاج ويكون الانتاج و ما نحبسوش كيما جا كيما هذوما انا ما نحبش نشوفهم هكذا باسكو سي اون جينيراسيون بريسك بيردو بيان سور ما راكش حابهم يعانيو برسك بيردي. نطلب من السلطات تشوف لهم باسكو الثقافه هي شغل اللي تبين البلاد هذيك. كاين تروح دي فوا تروح للبلاد تقول لهم انا الجيريان ما يعرفوكش يقول لك وين جايه الجزائر واش من القاره. ايه صح فاهمني. يعرفوك سوا بالسبور ولا بالموسيقى هذه هي نحبوا ولا نكرهوا. صح هكذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذه هي حاجه ما نقدرش نفرغ منها. ونقول لك اختي يعطيك الصحه اللي استضفتيني باسكو انا مرحبا بك. ما نكذبش عليك ينساوني بزاف نقولها من هذا المنبر جو سي با بوركوا. وحنا كما سبق وقلت في الجزائريه وان ان شاء الله ما نبقيو في خاطر حتى واحد إن شاء الله. من كبيركم لصغيركم ما هذه هي يعطيكم الصحه وربي يحفظكم خويا العزيز. يسلمك وقت اللي عيطوا لي جو سوي لا شرف لينا خويا العزيز شرف ليا ثاني. كلمه اخيره سيفو. كلمة أخيرة دابور ميرسي لكاع ليكيب تاع جزائرية وان ميرسي أتوا لاميس بو لانفيتاسيون. وإن شاء الله نشرفكم في أرابس كو تالنتس يا رب. إن شاء الله باسكو عندي أرابس كو تالنتس لو موا دوكتوبر سي فغي تروبورتيت
باسكو في لا كونجكتور تاع كورونا فيروس وصلني ريسامون ايميل قالوا لي باللي سي ريبورتي مي في اقرب وقت ان شاء الله في اكتوبر نوفمبر ان شاء الله راني ممثل الجزائر الواحد في عرب ان شاء الله ترفد لنا علامه تما يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راضي ان شاء الله عباس باسمك نشكر كل الطاقم الفني اللي كان معنا اليوم في الجزائر يا هوان ونشكرك على الاستضافة الطيبة العفو نشكر عائشة وخاصة أختي سارة لاستضافة شرفتني كثير شرف لينا والجزائرية وان دائما نفرح والله نفرح كي يستدعوني الحمد لله خدينا مع بعضنا وقت كان أكثر من ممتع نتمنى إن شاء الله ميش الأخرى إن شاء الله دائما بيان نحيي كل الشعب الجزائري كل الفنانين وخصيصا العائله الكبيره والعائله الصغيره ربي يحفظهم الاولاد نتاعي رسيم وداغين نبوسهم ربي يعيشهم ربي يحفظهم لك ان شاء الله الزوجه الكريمه والوالد والوالده بارك الله فيك امين يا رب ربي يحفظهم لك وربي يحفظكم لينا ان شاء الله وان شاء الله لما دائمه ومازال ان شاء الله نزيدوا نديروا قعدات ونديروا لمات ونتلاقاو ان شاء الله في ظروف خير من هذه الظروف اللي رانا فيها اليوم ان شاء الله لا بروشين فوا واحد فيكم ما يشكي واحد فيكم ما يكون مقلق واحد فيكم تجيونا غير باللي نبان الشابين ان شاء الله الحمد لله الحمد لله يا ربي ما بقى لي غير نقول لكم مشاهدينا الكرام بقوا على خير مازال ان شاء الله اعداد اخرى نزيدوا نتلاقاو ونختموا البرنامج تاعنا بكوفر الخويا الياس الشاب حسني تفضل مرحبا انا ظالمك ونقول الناس دايرت لي سامحك كان راني ندمان في جه ربي حسيت باللي انا سببك في العذابي ربي وكيلي نستاهل ترابي حسيت باللي انا سببك في العذابي ربي وكيلي نستاهل ترابي ايوا حشمال في جه ربي واكهي قليلة وانا فاضي تان وتخر محياتي تستهل العذاباي واكهي قليلة وانا فاضي تان وتخر محياتي نستهل ولا مال عربان